منصور بتكلم اليوم عن الإنسانية المهليش، الإنسانية الضايعة. فنشوف في وضع مجتمع نحن أنه صرنا نهتم بالمبادرات السياسية والصراعات السياسية، وكل واحد صار يحرض على الثاني، وللأسف أنه صار الإنسان يقتل أخوه الإنسان عشان فكره السياسي أو انتمائه الديني. ولكن تناسينا أنه في شيء أهم من ده كله، اللي هو الرابط الإنساني الذي يجمعنا. فحاولت أن أنا أبحث عن مبادرة أقدمها لمجتمعي وأقدمها لنفسي كمان. فبحثت حصلت مبادرة عالمية، حبيت أن أنا أجيبها بطابع يمني وتحت هدف تعزيز الروابط الاجتماعية ونبدأ العنف الكراهية. فنشوف نفسنا نحن وصلنا لدرجة أنه الرجال ضروري يكون حامل سلاح، ضروري يكون مقعش، ضروري يكون بجيوبه حجار، وما زلنا نحفزه كل يوم والثاني أنه يعمل حاجة عنيفة عشان نقول له رجال أحمر عين. ولكن نشوف أن احنا قتلنا في الجانب الإنساني وجانب التعبير عن المشاعر. فعندما الأب أنه ما يقدرش يعبر عن مشاعره لابنه، وعندما الأم أنه ما تقدرش تحتضن ابنه، فنشوف أن احنا في وضع كارثي جدا. فحابب قبل ما أبدأ أقول مبادرتي، حابب أسألكم سؤال وتجاوبنا بصراحة. من حضن أمه اليوم يرفع يده؟ طب أمس؟ طب أول أمس؟ طب قبل أسبوع؟ للأسف ولا أنا كمان. مبادرتي هي اسمها فري هاج، اللي فري هاج علاقة مجاني، يعني تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية ونبذل العنف الكراهية. كان عندي مشروع متكامل، يعني مش متكامل، يعني كان عندي مشروع ان احنا نعمل حملة توعية لأطفال المدارس والأولياء الأمور عن أهمية التعبير عن المشاعر. فزي ما انتم عارفين انه يعني اي مشروع صغير كبير يعني يحتاج له شوية دعم. قلت خلاص بروح منظمات، طرحت فكرتي منظمات حكومية أجنبية، شافوا قالوا ها حلو كذا، ما نتصل بك، اتصل بي. بعضهم قالوا نحن خايفين عليك. خايف عليا؟ بعضهم قالوا اول حضن بتحصله من حزام ناسف، حزام ناسف. فما حد عبر بالموضوع كله. قال ضروري ان انا اعمل مبادرة بجهد بامكانياتي البسيطة. وقلت بكلم اصحابي صحفيين مذيعين مصورين، كلمتهم قالوا فكرة حلوة وكذا ونحنا ما نجي معك. قلت والله يعني الصديق وقت الضيق لقي معي. لما اليوم المحدد، الساعة المحددة، ما حدا جاء. فخلت أنا خلاص يعني وصلت للنقطة الأخيرة، وقف مش معقول ضروري أكمل. خرجت تلفوني جبت لصاحبي وجه له تحية كبيرة الناشطة علي زبيبة. ونشوف بعدين ايش صار معي بالشارع. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wise, when I'm older. All this time I was finding myself. Travel the world, but I don't have any plans.
could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all up. زي ما انتم شايفين انه في ناس تقبلوا ناس العكس، في ناس شكرونا وناس سبوري، منهم من قال عناق مجاني، اعوذ بالله متبع عقلك، ومنهم من قال لا شكله ناقص عنان. وفي ناس شكروا وحبوا انهم يشاركوا كمان، ويبدا حياتهم تبدا شويه تتغير، انه المعاناه ما زالت مرتبطه بيننا. بالنهاية ان انا حسيت مبهدتي هذه، حسيت انه في مشاعر عند الناس، مشاعر مدفونة عند الناس، الناس شي يخرجوا هذه المشاعر بس مش قادرين. فانا اشوف ان احنا محتاجين جدا لمبادرات من هذا النوع. فبالنهاية ما يهمناش انه انا اكون نجحت فشلت، لو اكون وصلت لواحد بس بكون اشوف نفسي ان انا عملت انجاز كبير. صح ان انا كنت اشي اوصل لأكثر قدر ممكن من الناس عشان اقول لهم انه مش عيب ولا حرام انك انت تعبر عن مشاعرك لاختك لامك لابوك لاخوك، مش عيب لواحد ما تعرفوش. فانت امي وانت ابي وانت اخي وانت اختي، وانا احبكم كلكم. فصدقونا انه نحن دمها بدمها ممكن نشكل بحر، وانه الجهود البسيطه اذا اجتمعت او اذا اشتغلت ممكن تعمل شيء عظيم. بالنهاية حابب أجيب اعتراف، أول مرة أعترفه من 23 سنة أعترفه اليوم. حابب أجيب رسالة لأمي وأبي إن أنا أحبهم كثير.